اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي البراونيز بالبرتقال والحبهان. ومقادير البراونيز عباره عن 300 جرام شوكولاته داكنه، 200 جرام زبده، 10 حبهان مطحون، 1 بشر وعصير برتقانه، 4 بيضات، 250 جرام سكر، 80 جرام دقيق، 100 جرام كاكاو. وبعد كده هنعمل برتقان مسكر عبارة عن 2 برتقانة مقطعة رفيع بالقشر بالشكل ده، و 350 مللتر مية، و 150 جرام سكر. هنحط البرتقان على النار مع المية والسكر. هنسيبه لحد ما لونه يبقى شفاف شوية. لون القشر يعني يبقى شفاف. احنا هنسيبه لحد ما يغلي، وبعد كده على نار عالية يعني، وبعد كده هنوطي عليه النار ونسيبه لحد ما القشر يبقى شفاف. دلوقتي نعمل مع بعض البراونيز. أول حاجة هنعملها هنحط الزبدة والشوكولاتة مع بعض، وهنقلبهم علشان يمتزجوا كويس مع بعض، وهما الاثنين طبعا لازم يكونوا سايحين زي ما احنا شايفين كده. خلاص امتزجوا كويس، هحطهم على جنب واجيب البيض والسكر وبشر البرتقال، واجيب الويسك واضربهم مع بعض. انا مش عايزه ادخل هواء، انا بس مجرد عايزه ابتدي ادوب السكر في البيض. هحط الحبهان والدقيق والكاكاو والدقيق، وابتدي اقلب بالسباتشولا لان انا خلاص مش عايزه ادخل هواء اكتر من كده، ومش عايزه اقلب بالويسك لان في المرحله دي مش مهم ابدا ان يكون في شويه كلاكيع، بالعكس يمكن حتى تكون احلى البراونيز. وأول ما يبتدوا يختلطوا ممكن أزود عصير البرتقال. زي ما احنا شايفين كده ابتدوا يختلطوا، أزود عصير البرتقال. ودلوقتي اخر حاجه هزود الشوكولاته والزبده.
اوكي ده بيغلي دلوقتي فهحوطي عليه واسيبه على نار هاديه لحد ما يبقى القرش بتاعه بيلمع. دلوقتي بعد ما حطينا الشوكولاته والزبده هنرجع نقلب لحد ما يمتزجوا مع بعض زي ما احنا شايفين لونها جميل. وكده هي خلاص البراونيز بتاعتنا جاهزة ان احنا نحطها في الصينية ونخبزها على 160 هتاخد حوالي 40 دقيقة. وبعد كده نطلعها ونزوقها بالبرتقال ونقدمها مع بعض. نوصل البراونيز للكورنرز أو للجوانب نسويها وندخلها الفرن. هنجيب البراونيز اللي اتخبزت وده بيبقى شكل البرتقال بعد ما بيطلع من النار. ودلوقتي نجيب البرتقال ونبتدي نزوق البراونيز بتاعتنا يبقى شكلها حل. اوكي وبعدين نحط شوية صوص من البرتقال عليها تتشرب منه ويديها لمعة. طبعا ممكن نقدم برتقال مسكر زيادة جنب البراونيز.